اللامركزية التي تطالب بها حكومة بشار أمام مجلس الوزراء، فهذه اللامركزية أنه يقول فهو موجود من خلال إدارات، لكن الإدارات المحلية التي أقامها منذ تسلمه السلطة وإلى الآن هذه الإدارات لم تقم بعملها بشكل جيد، فهي كحبر على الورق وكاسم. فما نطالب به هو اللامركزية في كل المناطق، الإدارات المحلية التي تقام يجب أن تدير من قبل أهلها وسكانها، فهم يدرون بأنفسهم، لا يأتي جماعات من الداخل ويتحكمون بمصير هذا الشعب وبمصير قوته. فشعبنا قد تأذى اقتصاديا وسياسيا وإداريا إلى الآن، فمن حق شعبنا في أي منطقة أن يطالب باللامركزية، واللامركزية التي نطالب فيها في أن يكون في كل منطقة، أن يكون يدير الحكم بنفسه، أن تكون مؤسسات هذه المناطق تحت إدارة هذه المنطقة، الذين يشرفون على هذه المؤسسات والإدارات أن تكون من ضمن هذه المنطقة، وتكون هناك حكومة يعني مركزية، لكن لا تكون لا مركزية، يعني كل منطقة يتحكم بمصيرها بقوتها بثرواتها، ولكن بشكل عام يعني سوريا للجميع.